Ama beni çok çek abi. Buradayım fotojenik adam gibi. Bunlar mı? Tamam, ben de sizin yanında durmam. Ben de. Orada sanki ne yapayım? Kankalarımla beraber. Elvan mı bunun? Orada yağ yakın. Yağ yakın. Yağ yakın bulamazsın. Yağ yakın. Evet. Cümleten selamünaleyküm. Şimdi Kur'an'a başlayacağız. Kendi aramızda muhabbet etmeyeceğiz. Kur'an okumak sünnettir, dinlemek farzdır. Allah hepinizden razı olsun. فهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريح لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في الضلال المبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المسلمون ألم أعهد إليكم يا Tekrar turla. Aynı yerden geri turla. Elinde kalınca tamam mı? Aynı yerden geriye turla.
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلني كنت جدلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استداعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم من مثله وما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. والحمد لله رب العالمين. يا ربي sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri, anne ve babamızı, bütün ailemizi, bütün mümin ve mümine kardeşlerimizi ya Rabbi ismi azam hürmetine affeyle. Ya Rabbi bizleri kendine layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Ya Rabbi bizleri cennetine nail eyle. Cennetinde cemalin ile şereflenen kullar zümresine ilhak eyle. Ya Rabbi okunmuş olan Yasin-i Şerif'ten, kısa sure-i şerifelerden, getirilen kelime-i tevhidlerden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat, fahri kainat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, pak, temiz ruhu şerifelerine hediye edik sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin.
Ya Rabbi sen onlardan hasıl olan sevabı Resulullah Efendimizin, âlinin, ashabının, sahabe efendilerimizin gelmiş geçmiş bütün silsileyi saadat-ı ikramlar ruhlarına ismin unutulmuş, nesli kesilmiş, bir Fatiha'ya muhtaç kalmış bir cümle geçmiş ümmeti Muhammed'in de ruhlarına hediyeledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunmuş olanlardan hasıl olan sevabı şu an burada duamıza amin diyenlerin de bir cümle geçmişlerinin ruhlarına hediyeledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu kabristanda yatan mümin ve mümine kardeşlerimizin de, büyüklerimizin de ruhlarına hediyeledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen mübarek kurban bayramı hürmetine. Ya Rabbi bizleri af olunmuş olarak yarın sabah bayramına, bayram namazına çıkarmayı nasip eyle. Ya Rabbi kurbanlarımızı ya Rabbi kabul olan kurbanlar zümresine ilhak eyle. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbel Alemin. Vahdet abimizin okumuş olduğu bir adet Hatmi Şerif'i de dergâh-ı izzetinde kabul ve karin eyle ya Rabbi. Amin. Ondan haseten sevabı da Peygamber Efendimizin ve diğer peygamberlerin, ashab-ı kiramın, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın, hafız, muhaddis ve fakihlerin de bir cümle ruhlarına hediye eyledik vasıleyle ya Rabbi. Amin. Hususi olaraktan köyümüzden ahirete göçenlerin de ruhlarına hediye eyledik vasıleyle ya Rabbi. Amin. Cümlesinin günahlarını bağışla, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Amin. Şayet kabir azabı çekiyorlarsa kendilerine cezan ile değil rahmetin ile muamele eyle ya Rabbi. Amin. Bizler de bu haller ile hallendiğimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerekten çene kapayabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Yapmış olduğumuz duamızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Yarın keseceğimiz kurbanlarımızı da kabul eyle ya Rabbi. Amin. Keseceğimiz kurbanları bizlere Sırat Köprüsü'nde yolda söyle ya Rabbi. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamber Efendimizin ruhu için, cümle ölmüşlerimizin ruhu için, hususi olaraktan Allah rızası için El Fatiha. Amin.